انا اسمي خالد جمال، ممثل، وعاملين كلنا فرقة وحاجة كده شبيهة بثلاثي أضواء المسرح، بس طبعا حاجة حديثة، ونتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم. انا عبود بيطلق عليا في المجال عبود، زي ما بيقولوا شبيه لعلاء ولي الدين. انا اتمنى ان انا اوصل لجزء من اللي هو وصل له. واحنا عاملين فرقه مكونه من 3 افراد دول، ونفسنا ان احنا نقدر نعمل حاجه بسيطه زي ثلاثي اضواء المسرح. وانا طالب حاسبات ومعلومات، وباذن الله هدخل معهد باذن الله السنه الجايه، ونتمنى ان اي شغل نعمله يعجبكم. واحنا باذن الله مشتركين في المسلسل ده. انا واخد دور تختخ زعيم البلطجيه، وكمان انا مساعد دكتور محمود السنتي. بس انا اسمي محمد عادل. اشتغلنا في مسارح كتير مع بعض، عملنا سكتشات، نزلنا في كذا حاجه سوا مع بعض فيها. دلوقتي احنا بنشتغل مع بعض هنا في مسلسل فندق 8 حريم، عاملين شغل حلو قوي جدا مع بعض. انا عامل دور تمرجي اسمه لسان. تمرجي ده مجنون، شخصيه مجنونه شويه، بس يعني كاركتر جامد، وان شاء الله كمان يعني يا رب كده يعجبكم ان شاء الله. اعضاء للبيع، بيع اعضاء للبيع، اعضاء للبيع، اعضاء للبيع، اعضاء للبيع. يا مين يشوف لي مشتري من غير فيصل ولا يفتري؟ يا مين يشوف لي مشتري من غير فيصل ولا يفتري؟ فتح المزاد زاد، فتح المزاد، فتح المزاد، قربوا يا ولاد، قربوا يا ولاد.